36 نقطة، يفوز اليوم 39 نقطة، يعني فوز الفتح الرياضي معناه فارق 3 نقاط بينه وبين المتصدر نادي الراجا بينما أرضية، لكن في نهاية المطاف أناس الزنيتي يتصدى ليد الكرة، كانت من طرف اللاعب أمين اللواني اللي كان واحد من المسجلين والمساهمين في انتصار فريق اتحاد الفتح الرياضي في المباراة الذهاب اللي انتهت بثنائية عاصمية رباطية في المرمى الرجاوية. بدر بنون يعطي كرة لعمر عرجون، عمر يلعب كرة على الجهة اليمنى، السلام بهذه الكيفية من طرف محسن متولي، محسن يلعب لزريدة، لمسة وتحضير عمر بوطيب، مرة أخرى زريدة تمشي لمحسن متولي، الحلول غير موجودة لعناصر الرجاء، الحلول غير موجودة لعناصر الرجاء الرياضي. عبد الإله الحافظي، حافظي لمن يحاول يرفع هذه الكرة لكن الدفاع يتدخل بعد ذلك. نعم ياسر جاريسي تابعنا على الصورة الظهير الأيسر، واضح الرجاء يلعب أكثر على الجهة التي يتواجد فيها متولي وعمر بوطيب. جبيرة يستلم هذه الكرة، جبيرة هنا مرة لكن مكشوفة، مكشوفة من طرف الدفاع، بعد ذلك تتحول مباشرة رجاوية، هنا لمسة من سفيان رحيمي، يبقى الضغط رجاوي، عمر العرجون مع سفيان، يدخل سفيان، يدخل سفيان، جول جول جول، محسن متولي يفتتح باب التهديف لفائدة فريق الرجاء الرياضي بعد عمل رائع لسفيان. ما أروعك يا سفيان وما أروعك يا متولي، هنا في إصرار الرجاوي على افتتاح باب التهديف. يا سلام على العمل الذي قام به سفيان رحيمي، كل العمل منك يا سفيان الذي يقدم في الآونة الأخيرة مستويات طيبة جدا. فعل العجب سفيان رحيمي وهو من حضر وهو من مرر، ومتولي في متابعة الكرة الثانية يعطي الأفضلية لفريق الرجاء. شوف الإعادة، جبيرة ثم بعد ذلك الضغط من زريدة، شوف سفيان، سفيان هنا جاب سفيان، حط سفيان واحد اثنين مع جبيرة، سفيان بعد ذلك يتحدى سفيان، الباس وان تو مع عمر العرجون، دخل منطقة الجزاء، حط بهذه الكيفية، أمسيف لم يتمكن، والمتابعة من محسن متولي حطها في الشباك. شوف الإعادة هنا، اللمسات القصيرة المركزة، دور كبير سفيان، دور كبير سفيان العرجون كذلك من المساهمين، هنا اللمسة من سفيان الرحيمي، سوء تفاهم بين سعد أيت الخرصة وكذلك الحارس محمد أمسيف، متولي عاقبهم على الخطأ ويضع الكرة في المرمى، نتيجة تتغير من أول فرصة، يتمكن محسن متولي من افتتاح باب التهديف. رائع سفيان، رائع محسن متولي في انتظار ردة فعل اتحاد الفتح الرياضي. قلت بأن الرجاء اليوم يريد أن يفك عقدة اتحاد الفتح الرياضي التي لازمته لثلاث سنوات مشاهدينا الكرام، ثلاث سنوات لم يحقق الانتصار على فريق اتحاد الفتح الرياضي، بالتالي اليوم هل يفعل؟ عموما متولي يتمكن من تسجيل